شكرا جزيلا. شكرا. بالختام أشكر ضيوفي، وعندي كلمة، كل قضية تصير بالعراق لازم يصيرون السياسيين فريقين بغض النظر عن مصلحة الشعب، المهم كل من يرضي حزبه ومن يوالي الطائفة مالته، وما شفنا أي سياسي طائفي فات طائفته سواء كان سني أو شيعي، بس مجرد يريد يكون بالواجهة ويحصل أصوات بالانتخابات، وهو أصلاً بس فاس شال من منطقته لأن ما بيها خدمات واشترى قصر وعاف هاي الناس بالضيف. اللعبة انكشفت والناس افتهمت، والمناطق المحتلة بيد داعش لازم تتحرر وننقذ أهلها من السجن والتعذيب والسبي، مو وقت استعراض عضلات على حساب البلد. الناس تريد خلاص على إيد أي واحد، جيش، حشيش شعبي، أبناء عشائر، أمريكان، المهم نخلص. شنو عاجبكم هذا الوضع؟ وضع النازحين بالمخيمات والمطر والبرد، لو قوافل المهجرين اليومية يغرقون بالبحر. الناس شبعت ذل وجوع وفقر بسبب خلافاتكم، اللي ممكن العراق يروح من إيدينا بسببكم. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.